جولة داخل المحل، محل اسمه بي جي، هو فيه كل شيء، مستلزمات الحاجة، الأكل، تلفزيونات، كل ما هو يخطر على بالك موجود هنا في داخل المحل زي ما انتم شايفين كده. كده احنا داخل المحل، هدوم، تلفزيونات. هنعمل جولة سريعة كده وانا هاخدكم، لان هو المحل كبير جدا ما نقدرش ناخده في حلقة واحدة بس هنحاول ناخدكم جولة سريعة كده داخل المحل، بس اللي هو بيبيع كل شيء زي ما انتم شايفين كده. ده احنا داخل المحل كده، هناخدكم جولة سريعة على اهم حاجة فيه بتتباع داخل المحل كده. هنمشي واحدة واحدة كده داخل المحل زي ما انتم شايفين، وهنشوف الدنيا ماشية ازاي من جميع الانواع. هناخدكم جولة سريعة كده، ويلا نبدأ جولتنا. واول جولتنا هنبدأها على حاجات الاكل، وبعد كده هنمشي واحدة واحدة. احنا ماشيين كده زي ما انتم شايفين داخل المحل، وهنبدأ الجولة بتاعتنا داخل المحل دلوقتي قسم قسم، ويلا نبدأ الحكاية. ولو ما تنسوش تعملوا لايك وسكرايب للقناة عشان يوصلك كل هو جديد، ولو المحتوى ده بيعجبك خلينا نكمل او نغير المحتوى، ممكن تقول لنا في الكومنت. يلا انواع المية دي الصودا، دي السبرايت، ده العصير بتاع جوز الهند زي ما انتم شايفين كده. دي الاسعار الموجودة، ده محل يعني محل بالجملة زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي المية دي 48 ازازة، 48 ازازة زي ما انتم شايفينها كده، دي 48 ازازة، السعر بتاعها 7 دولار، 6.5 دولار. دي المية دي انضف انواع المية سبريت، نفس الطريقة دي زي ما انتم شايفين، 24 نفس الطريقة برضو. دي انواع المية الموجودة حاليا، ده في قسم المية عاملين عليها تخفيض، دي ب5 دولار، دي ب5 دولار و6 دولار فيها برضو، 100% دي اغلى انواع المية زي ما انتم شايفين كده. ودي نوع ارخص شوية، ده انواع المية زي ما انتم شايفين كده. اوكي، ونمشي ماشية سريعة. ده البريد كل ما هو موجود زي ما انتم شايفين كده، ده الحلويات، ده زي ما انتم شايفين كده علبة الحلويات دي، يعني العلبة دي يعني ب4 دولار زي ما انتم شايفين كده، دي ب5 دولار الحلويات دي يعني، وفي واحدة ب8 دولار زي ما انتم شايفين كده. ده المافن ده ب4 دولار العلبة دي، ده المافن زي ما انتم شايفين كده. احنا بناخد خد سرعة كده. وده البنانة في الموز، ده الباون، الاثنين باون ب2.5، يعني الباون ب75 سنت. ده الموز زي ما انتم شايفين كده، ده الموز، ده التفاح، ده زي ما انتم شايفين كده، ده التفاح 5 كيلو، 5 باون ب10 دولار. ده التفاح ده 5 باون ب10 دولار، في اخضر وفي اصفر. ده الاخضر هنا موجود اهوني زي ما انتم شايفين كده، ده الاخضر ب10 دولار. ده التفاح، ده التفاح، ده كمثرى، ده التفاح ب4 دولار. ده التفاح دواني ب4 دولار زي ما انتم شايفين، ده كيس دواني 5 باون ب4 دولار، ده 5 باون ب4 دولار التفاح ده، ده 5 باون، وده نفس الطريقة 5 باون، وده 5 باون. هنيجي هنا على السفنج دواني 5 دولار، البطيخ، الكنتلوب، الشمام، التمر، المانجا،
انواع الاسعار اللي في البيجي دي الواحده الاناناس دي يعني $2 للواحده ب$2. ده البرتقال، البرتقال داوني 10 باوند ب$10. ده البرتقال ده 10 باوند زي ما انتم شايفين كده. ده البرتقال، ده البصل 3 باوند، البصل البطاطا سوري، ده بطاطا 3 باوند $2 ده بطاطا زي ما انتم شايفينها كده. ده سويت بوتيتوز زي ما انتم شايفينها كده 3 باوند ب$2. ده بصل، ده بصل 5 باوند ب$5، يعني كل باوند $3، ده 5 باوند ب$5. وده الأونيون الأحمر 3 باوند ب$3.5، وده الأصفر نفس الطريقة نفس الساعة زي ما انتوا شايفين كده. احنا لسه مكسبين الأكل في البيجي. ده البطاطس 10 باوند ب$5، ده 10 باوند ب$5. البطاطس دي، البطاطس الحمراء 10 باوند ب$7، ودي يعني 10 باوند ب$5، دي انواع البطاطس. ده مشروم افوكادو شايفين. ده اكل جاهز، ده شيكن فلاش شيكن ويز محمر، وده فلافل شيز مكرونه. ده كل ده اكل جاهز. ده جميع انواع الجبن زي ما انتم شايفين كده. دي انواع الجبن موجوده هنا زي ما انتم شايفين كده. جبنة بيضة، موزاريلا، اوكي. ده الهام او اللانشو بس خنزير تقريبا، وده برضه نفس انواع الجبن زي ما انتم شايفين كده. ده الجبن، ده الجبن الديني، وده برضه اللانشو. في الاغلبية دول تقريبا بيبقوا خنزير زي ما انتم شايفين كده. ده الفراخ زي ما انتم شايفين كده، ده الفراخ الصدور، ده 5 باوند، ب$2، ده الألمنياني ب$20، فيها 5 باوند، 10 باوند $2 الفراخ الصدور زي ما انتم شايفين كده. دي العلبة، دي العلبة، دي العلبة دي فيها 11 باوند زي ما انتم شايفين كده. 11 باوند دوني ب$11 زي ما انتم شايفين كده. ده بنفس الطريقة برضو. ده الفراخ دي 4 باوند ونص ب$9، كل ده الفراخ. ده البط، الفرخة دي يعني الفرخة دي ب$6 زي ما انتم شايفين كده. دي الفرخة دي، الفرخة دي يعني ب$6، دي ب$6 الفرخة دي زي ما انتم شايفين كده. في واحدة ب11 حسب الحجم بتاع الفراخ اللي انتم شايفينه كده. احنا بنحاول الطريقة هنا، الفرخة ب$10، ده الفراخ دي اورجانيك، الفراخ دي اورجانيك. ازاي دي انواع اللحوم، اللحمه المفرومه دي بهري، دي انواع اللحوم.
الكاميرات زي ما انتم شايفين كده، ده العصير برتقال دوني الاثنين ب 4 دولار، ده ب 3 دولار زي ما انتم شايفين كده. احنا بنعمل جوله سريعه عن المحل. ده كده كل ده زي ما انتم شايفين كده، ده البيتزا المجمده اللي اخدها وتسخنها على طول. الاسم ده بتاع جميع انواع الايس كريم زي ما انتم شايفين كده، ده الايس كريم 14 دولار في 24 واحده، الاسعار في 8 دولار. الايس كريم ب 11 زي ما انتم شايفين كده، دي الاسعار بتاعت الايس كريم. يعني ده الايس كريم نعمل دوله سريعه كده، دوني الخضر المفرز زي ما انتم شايفين كده، ده الخضر المفرز ده ب 6 دولار، ده خضر مشكل، ده انواع الخضر المفرز، خضر المشكل ده زي ما انتم شايفين كده. الجمبري ب 14 دولار، الشريمب ده زي ما انتم شايفين، الشامبو ده اكسترا شامبو ب 14 دولار، ده ب 11 دولار زي ما انتم شايفين كده، ده زي ما انتم شايفين كده ده ب 11 دولار. ده الفراخ، ده السلمون همبرجر، برجر كل ده الفراخ، ده فراخ لازمنا ماشيين، ان هو المحل كبير ما نقدرش نصور فيه كل حاجه مره واحده. دي الخضار، العلب الكان ده، كل ده زلة، طماطم شايفين كل ده، بنعمل كده جولة سريعة. ده كل ده الشوربات، التونة، التونة دولت الستة ب 12 دولار. اسم البهارات ده في كل حاجه، ده البهارات زي ما انتم شايفينها كده، ده قسم البهارات، الكاتشب الثلاثه دولت، الكاتشب دولت ب 10 دولار، الثلاثه الكاتشب دولت، المسترد 5 دولار الاثنين دولت، كل ده انواع الصوص زي ما انتم شايفين كده، ده السبايسي الشطه الحراره، ده المايونيز، زي ما انتم شايفين كده، ده الدريسن، ده الرز، ده الرز ده 25 دولار، 25 باون، داون بدولار الرز ده زي ما انتم شايفين كده، ده وفي نوع تاني ب 18 دولار، ودو انا 35 باون، ده 35 باون ب 23 دولار 24 دولار. وده عصير الكوكونات اللي هو جوز الهند، انتوا شايفين
كده احنا بنعمل جولة على قد ما نقدر. جولة سريعة. ده قسم القهوة، دي أنواع القهوة دي زي ما انتوا شايفين كده. ده الميلك، ده الاستروبي، ده قهوة ب 11 دولار. القهوة دي يعني ب 11 دولار. ده قسم القهوة، ده كل ده زي ما انتوا شايفين. ده القهوة، وده برضو قسم القهوة. جميع القهوة، قهوة الستاربكس وقهوة دانكن دونتس، جميع انواع الكوفي الموجود هنا انت ممكن تاخده وتعمل زي ما انت شايف كده. ده العصاير. ده العصاير. ده العصاير. ده بسكوتات. كل ده سناك. ده الفول السوداني ب 6 دولار. الفول السوداني ده، ده الفول السوداني، ده الفول السوداني ده الكاجو 19 دولار. الكاجو ده 19 دولار. وده نوع تاني، وده كاجو 18. ده فوق 18 دولار. ده ب 19 دولار ده 19 دولار كاجو. اوكي. وده فول، بس ده كاجو علب صغير 24 واحدة ب 14 دولار. ده الزبيب. ده الزبيب. ده من كل انواع الحاجات المجففة. ده الكاجو ميكس. ده ب 16 دولار الكاجو ميكس دوني. ده الفاكهة المجففة دي يعني. وفي نوع ده 3 باون. ده 3 باون 18 دولار 19 دولار 3 باون. وده ب 12 دولار الميكس النات ميكس. وده المشمش المجفف، ده نفس الحاجات دي ب 7 دولار ده ب 7 دولار. ده المانجا المجففة، ده مانجا مجففة. كل دي أنواع الفاكهة المجففة دي زي ما أنتوا شايفين كده. ده مانجا مجففة. وده عصير شوكولاتة. ده عصير انرجي كراميل. ده عصير زي ما أنتوا شايفين كده. ده كل ده انواع السب يعني تديك انرجي. دي يعني ب 10 دولار مالتي. الفرش الاسنان. ده الفرش الكهرباء ده. الفرش دي يعني 13 دولار كانت 6 بتصير 9 دولار يعني توفر 9 دولار. $5 $13.
ده لبن الاطفال، ده قسم الاطفال، لبن الاطفال ده القضم، البامبر ده، البامبرز ده، البامبرز ده، الصابون بتاع الاطفال، ده ما انتوا شايفين كده، ده بخمسة دولار بتاع كمان، ده الماسكات ستة دولار، ده الماسك، ده أدرم، ده قسم ال الأدوية، ده أهم حاجة قسم ده، أنا باجي هنا باستمرار عشان ده قسم الفيتامين، ده الفيتامين زي ما انت شايفين، ده كل أنواع فيتامينات، ده كل دي أنواع فيتامينات، ده الهول، ده كل ده أنواع فيتامين، ده زي المضاد الحيوي لو عندك ألرجي، ده البيبي اسبرين، ده البيبي اسبرين ب 10 دولار، ده ب 14 دولار، ده ب 6 دولار، قسم الفيتامين ده السنترم للأدلت 50 سنة ب 18 دولار، ده كل ده أنواع مالتي فيتامين أوميجا 3، كل دي فيتامينات، ده كل دي فيتامينات زي ما انتم شايفين كده، احنا في قسم الفيتامين كل ده فيتامينات رخيصة جدا يعني، ما ده أرخص مكان تجيب منه الحاجات دي يعني، للفيتامين زي الجملة المحل ده كده، وده الشامبوهات، ده أنواع الشامبوهات زي ما انتوا شايفين، بتشتري حاجة وبديك عليها بونص حاجة زيادة، ده أنواع اللي انتوا شايفين، ده الكريمات الحريمي، كل ده قسم الحريم، ده قسم الصابون دي ب 16 دولار، ده الدوف 16 واحدة ب 16 دولار واحدة بدولار زي ما انتم شايفين كده، ده الصابون، وده برضو الصابون ده 12 واحدة ب 10 دولار، 12 صابون ب 10 دولار زي ما انتم شايفين كده، 12 واحدة ب 10 دولار، وده الشامبو بتاعه برضو، وده برضو 2 باكس ب 15 دولار، وده الصابون بتاعه ب 15 دولار، وده شامبو برضو حليب حجابي، وده كريمات، ده انواع الكريمات، ده بجميع الانواع اللي انت عايزها، ده كريمات، الكريمات زي ما انتم شايفينها كده، ده انا بحاول على ما اقدر بعمل جولة سريعة كده عن المحل، دي الكراسي دي يعني
بتاعت الرياض بتقعد بره بتاعت الجنينة اللي انتوا شايفين كل ده من هنا حمام سباحة 12 في 150 دولار نعمل كده جولة على قد ما نقدر. ده الفحم دي مكنة الجيم دي 800 دولار اللي انتوا شايفينها كده. دي أجهزة الجيم زي ما انتوا شايفينها كده ب 500 دولار زي ما انتوا شايفينها دي كده 500 دولار دي نفس الطريقة ب 500 كده بنحط ده الفاكومات. احنا بنحط جولة سريعة على قد ما نقدر. ده الفاكيوم زي ما انتم شايفين كده. ده كل انواع الفاكيوم ده فلتر الحمام للمية بتاعت الشرب. دي تلاجة صغيرة بتاع ادم. ده الفرش. ده زيت لتغيير العربيات. احنا لسه ما زلنا في الفاكيومات. دي مساحات العربيات. دي قسمة للعربيات. ده كل شيء مخصوص للعربيات. ده فلتر للاير كونديشن. ده تانك تحط فيه الغاز. ودي الشنط. الشنطة دي من 69 ب 70 دولار. 70 دولار الشنطة دي كده 70 دولار. وداخد دولت اتنين ب 130 دولار. الشنطتين دولت السعر بتاعهم 129 دولار. وده ده محسوب الغسيلات دوب 12 دولار. ده دولار. وده الدايت البودرة ده ب 23 دولار. ده التايت مكبول. ده خلطات. ده التايت. ده 14 دولار. ده كل ده نوع المحصولات. ده التايد وده التايد ب 21 دولار. ده مسحوق غسيل تايد. وده الليكويد بتاع ده ليكويد. ده احسن نوع التايد. التايد بريحة الورد 21 دولار. ده التايد. ده معطر الورد. ده مسحوق فلور للأرض. ده واش للصابون للصحن. ده اللصحن. كل ده أنواع اللصحن. غسيل اللصحن. ده 10 دولار. كل ده أنواع اللصحن. ده الاسبانشي. انتوا شايفين كده كده بس دي مساحات الارض. وده برضو كل دي يعني مواد تعقيم مساحات. ده معطر للجو. كل ده معطرات للجو زي ما انتوا شايفين كده. ده كلورس. وده مصحوب للارضيات بجميع الانواع الرواق. ده مسحوق للأرضيات. ده بالليمون بالفراولة.
او كل الانواع ده كلور اللي هو عندنا بيسموه. ده كل انواع الفويلات، ده الفويلات فويل زي ما انتم شايفين كده. كل دي الحاجات بتاعت الكيتشن. ده كل ده الوصفة للألمونيا. ده العلب البلاستيك، ده البوندي، ده الورق 16 دولار. لو عندك حفلة ولا حاجة ده كده في الأنواع دي زي ما انت شايفين كده. دي نفس الطريقة. ده احنا جوه محل اسمه البي جي، ده محل بالجملة. دي الشوك دي زي ما انت شايفين، ده الشوك دي ب 13 دولار فيها 360. دي أنواع الشوك. دي كوبايات البلاستيك المية، كلها دي كوبايات العصير. دي كوبايات العصير، دي كلها دي كوبايات عصير. جميع المقاسات زي ما انتوا شايفين كده، دي كوبايات العصير او ميه حسب ما انت عايز تستعملها. دي كوبايات العصير. ده كده زي ما انتوا شايفين. الأربعة سودة دول ب7 دولار. الأربعة سودة دول السترايد فوق فوق. طبعا احنا لسه ماشيين داخل المحل. طعم التصرمات دوني 119. ده 119 زي ما انتم شايفين كده. ده 119. وده الخلاط، ده النينجا ب 100 دولار. النينجا ده ب 100 دولار. ده انواع الفرش زي ما انتم شايفين كده. هو محل كبير، كل حاجه فيه زي ما انتم شايفين. دون التوستات، ده التوستات دوني. ده الميكروويف الجديد، ميكروويف وشوايه وتوست، تعمل فيه كل حاجه. دوني ب 44 دولار. ده فران بلاك، ده ب 60 دولار. ده 129 دولار. باور اكس 129 دولار. باور اكس 129 دولار. نفس الطلب ناين. ده الفران ما تحطش الزيت ولا حاجة. النينجا دي يعني بتعمل الفران، بتعمل كل حاجة زي ما انتم شايفينها دي كده. ومنها المأساة. وده برضه نفس الطريقة.
كل ده جريل، تشوي على اللحمه زي ما انت عايز، لحمه سمك خضار زي ما انت شايف كده في الصوره، وهو موجود على النينجا. وده نفس الطريقه، ده النينجا ده 150، ده كامل، دي معجنه زي ما انت شايفها كده. دي العجينات، ده الخلطات والعجينات، وده الطعم دواني زي ما انت شايف. ده الطعم ده 139 دولار، الطقم ده 119 في 14 حته زي ما انتم شايفين ب 119، وده ب 250 على كواليتي في 14 حته برضه، وده ب 60 دولار 59.98 دوني في 10 حتات زي ما انتم شايفين كده. ده في مقليات 3 19 دولار، دالت التلاتة دولار ب19 دولار. ونحن شايفين ده لسه مازلنا، دي كل ده برمبات، دي باكسات بلاستيك تحط فيها الاكل، لسه كاتبين، دي تحط فيها السيريال، فاكهة، مكنة التغليف. السماعات يعني عاملين التليفونات المشتركات، التشارجر، السجلات، $50 بتاعت كلمة التلفزيون. شايفين كده، ده شاشة الكمبيوتر ديني 98، ده الكيبورد ده وايرد 49، ده البيس بير 99، واتش سيري، ذا سيري 7، ذا سيري 7، ذا كمبيوتر، ذا كل ذا كمبيوترات، ذا الايباد، ذا جي بي اس، وراكم ستار، ده تلفزيون سامسونج بوصة 75 بوصة، ده سامسونج 75 بوصة زي ما انتم شايفين كده، ده سامسونج 75 بوصة، ده سامسونج 75 بوصة ب 300 دولار، وده سامسونج 75 بوصة ال جي ب 800 دولار، ده ال جي 75 بوصة ب 800 دولار، ده 800 سامسونج 4K، ده 4K وسمارت تي في و4 اتش ام اي و3 سنين وارنتي. يعني نفس الطريقة، ده السامسونج ده، ده نوع التلفزيونات، واحد تاني سامسونج 4K سامسونج 65 ألف، ده 65 ده في محل دي جي، ده كل انواع التلفزيونات السامسونج.
سامسونج تاتش البنك ده السامسونج ده 65 انش 65 بوصة ده $800 الأحجام الصغيرة بتاعت التلفزيونات ده ب $500 TCL ده 65 بوصة ب $450 ده ب $500 سامسونج ده سامسونج 4K 58 انش ب $480 58 بوصة زي ما انتم شايفين كده 58 بوصة ب $480 ده 55 سامسونج ب $600 ده أرخص مكان ممكن تجيب منه نفس التراه هنا ده سامسونج 55 بوصة ب $410 ده 55 بوصة ده المواصفات بتاعت التلفزيون زي ما انتم شايفين كده ده المواصفات وعندك 3 سنين 3 سنين جرانتي يعني اي حاجه تحصل في التلفزيون بتجيبه ويصلحه لك ويغير لك اللي انت عايزه دي المقاسات الحجم الصغير ده فليبس فليبس وفي زي ما انتم شايفين $380 55 جوطه ده $380 55 بوصة نوتس ده سامسونج 50 بوصة ده سامسونج 50 بوصة ب $700 ده هو مزيد في اسم التلفزيونات ده 65 بوصة ب $450 ده 65 بوصة زي ما انتم شايفين كده النوع فليبس 65 بوصة دي انا ده يا جماعة انواع السبيكر زي ما انتم ده السبيكر ده $330 ال جي ده انواع السبيكر ال جي وفي نوع تاني ال جي برضه 159 ده سامسونج ممكن وده البينك بتاع الحلو بتاع البرنتر القطعة زي ما انتم شايفين كده احنا بنعمل جول على قد ما بنقدر كده جولة سريعة دي ان اتش بي فينشر تقطع زي ما انتم شايفينها كده زي ما انتم شايفين كده ده التليفونات دي ان ده التوكي وركي ده 5 بيس $250 ده تشابر بيها Thank you.
الشهويات اللي شايفينها كده، الشهوية دي من 55. ده الشهويات ده ده نفس الطريقة برضه، ده شهويات اللحمة. شهويات اللحمة اللي انتوا شايفين كده، زي كده زي ما انتوا شايفين. ودي كانت جولتنا النهارده في البي جي، ويا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيديو. لو الفيديو دوني او المحتوى ده بيعجبك عملت عليه كل لو ما بيعجبكش ممكن نعمل محتوى جديد. وده كان بلوج يوميات خضير في البي جي. يلا اشوفكم بخير وسلام عليكم. زي ما انتم شايفين كده احنا خاكين من قلب. يلا سلام عليكم، اشوفكم في الفيديو. عليكم. انتوا شايفين دي كده، دي يعني انواع جميع